محمد عبد المنعم عمل كان زي ما قلت لكم، كان مناخيره اتكسرت، كانت مناخيره مكسوره الفتره اللي فاتت، كان بيلعب يعني على الوضع اللي مناخيره مكسوره، فعمل عمليه جراحه لمناخيره او للانف، والحمد لله جراحه ناجحه، وهيقعد اسبوعين وبعدين ينتظم في تدريبات النادي الاهلي ان شاء الله. والنهارده كمان امام عاشور لاعب نادي الزمالك وزميل محمد عبد المنعم في منتخب مصر راح زار محمد عبد المنعم، لسه الاثنين كانوا بيلعبوا ضد بعض في ماتش السوبر، يعني روح عاليه جدا. اتمنى ان الجمهور يشوف الحاجات دي، وان اللعيبه يعني قريبه من بعض، وفي نواحي انسانيه واجتماعيه، اللعيبه كلهم اصدقاء ولعيبه زملاء في المنتخب، خصوصا لعيبه الاهلي والزمالك.